هل العدالة حليفة الحقيقة في دول الأكاذيب؟ استوقفني تصريح نسب إلى الرئيس نبيه بري يقول إن التسوية لاختيار رئيس جمهورية للبنان لم تنجز بعد. ليش لازم يكون في تسوية لاختيار رئيس جمهورية لدولة؟ سألت نفسي وعم أسأل الأصدقاء المشاهدين تيتكرموا علي ونتعاون للوصول إلى الجواب المطلوب. فعلا ليش لازم يكون في تسوية لاختيار رئيس الجمهورية اللبنانية يلي بتدعي إنها دولة مستقلة وكمان سيادية وسيدة على أرضها البالغة مساحتها 10452 كيلومتر مربع من دون إضافة ردميات البحر، سواء المستفيدة منها شركة سوليدار ببيروت أو غيرها على طول الساحل اللبناني البالغ 220 كيلومتر. واستوقفني كمان الضجيج المثار حول قرار الأمن العام رفض منح تأشيرة دخول للإعلامية الكويتية فجر السعيد يلي صودف تنفيذه مش اتخاذه، صودف تنفيذ القرار مع أجواء إعلان لبنان أو بيروت عاصمة للإعلام العربي. وسألت حالي ليش؟ فعلا ليش الضجيج مش ليش المنع؟ لأن المنع بغض النظر عن أحقيته أو استنسابيته هو صلاحية سيادية لأي دولة في العالم. ما حدا بيقدر يسأل أي دولة ليش ما منحته فيزا. الجانب الإيجابي في قرار عدم منح فيزا من قبل أي دولة لأي زائر سواء في قنصليات الدولة أو على معابرها الحدودية هو أنه بيضمن لمن لا يحصل على فيزا أنه يعود إلى وطنه، علما بأنه هناك مئات الأشخاص يسمح لهم بدخول بعض الدول ويختفي أثرهم بعد الدخول. لذلك ولفضيلة السماح بالعودة وجب شكر الأمن العام اللبناني لأنه استضاف الإعلامية الكويتية في مطارنا وعادت إلى بدادها وأهلها سالمة وما اختفت أثرها عندنا. هيدا أهم شيء أنه ما اختفت أثرها عنا، يعني ما كان ناقصنا خليجي آخر يخطف على أرضنا كي نكسب شرف تحريره بفترة قياسية تسجل لنا إنجازا عالميا في موسوعة جينيز للأرقام القياسية. يبقى السؤال مطروح لبنانيا سياديا، ليش اتخذ مدير عام الأمن العام السابق اللواء عباس إبراهيم قرار عدم منح الإعلامية الكويتية تأشيرة الدخول إلى لبنان؟ هل لأنها هاجمت أمين عام حزب السلاح الفارسي حسن نصر الله وانتقدته بشدة، أم لأنها زارت دولة إسرائيل أو تواصلت مع إسرائيليين كما تزعم مواقع بعض الضجيج المثار حيال منعها من الدخول إلى لبنان؟ الرأي العام اللبناني من حقه السيادي أن يطالب بالجواب عن هذا التساؤل، والمواطن الكويتي أيضا من حقه إذا شاء أن يسأل دولته ماذا حصل، كما أن من واجب الصحافي اللبناني وليس فقط من حقه بل من واجبه باعتبار أن قرار المنع سيادي والسيادة تعني اللبنانيين أولا، من واجب الصحافي اللبناني أن يسأل أمن عامه هل عدم منح التأشيرة سببه موقف فجر السعيد من نصر الله أم زيارتها وتواصلاتها المزعومة مع الإسرائيليين التي طفت على سطح مستنقعات الإعلام المحلي بعض الضجيج المثار حيال منعها؟ أفيدونا أفادكم الله أقله كي لا نقتنع بأن تجهيل اللبنانيين في لبنان هو صلاحية سيادية لبنانية أيضا. كمان استوقفني قرار استعادة لبنان. ممثل رئيس جمهوريتنا ودولتنا يعني سفيرنا المعتمد لدى فرنسا قبل
أن تعلنه السلطة الفرنسية شخص غير مرغوب فيه على خلفية التهم المشينة المثارة ضده عدلياً في فرنسا. السؤال هو، هل ستدعي الخارجية اللبنانية على السفير إياه لدى القضاء اللبناني؟ أم هل ستصرفه من الخدمة لقاء التنازل عن تعويضاته؟ أو لا هاي ولا هيديك، فقط يوضع بالتصرف كما العادة ويبقى يتقاضى رواتبه كما حصل سابقاً مع بعض مديري الإدارة العامة، ويبقى منتظراً إلى أن يعيده الظرف السياسي السيادي إلى وظيفته ليدفن الحقيقة كما أعيد بعض، مش جميع، بعض موقوفي النترات إلى مناصبهم، ما أثار الاعتقاد بوجود مسعى مزعوم لمحاولة دفن الحقيقة عبر مساواة الأهل بالضحايا ومعهم القضية المعطل التحقيق فيها من أكثر من سنة. إذا تحقق هذا المسار المزعوم المتخوف منه وتم دفن القضية، ينجز الإفلات من العقاب، وربما يقام لجميع المدفونين وجدانيا نصب في المرفأ لا اسم له ولا رمز، ولا يلحظ أسماء من تحتضن أرض الوطن قضاياهم وحقوقهم وجثامينهم. وتجري زيارته كل عيد استقلال لوضع أكاليل من الزهور عليه، ويبقى رمزا يمكن أن يستفاد منه في تثقيف وتحذير الأجيال الآتية من جنوح طغم تحالف سلاح الغدر والمال القدر الذي يؤدي إلى قتل القضايا والشعوب والحقيقة ودفنها معا. هذا إذا كانت لهذا البلد أن تقام فيه يوما دولة القانون والحقيقة. وفوق الدكة شرطوطة باتنين طه، مثل ما بيقول المثل الشعبي اللبناني. استوقفني أيضا ما نشر موقع إحدى الإذاعات اللبنانية المحترمة من أن السكرتيرة اليابانية للسفير اللبناني لدى طوكيو رفعت تقرير إلى الخارجية اللبنانية يتضمن لائحة مخالفات واتهامات طويلة لسعادة السفير، ما يطرح سيلا من التساؤلات حيال كيف ستتعامل الخارجية اللبنانية مع سعادته الذي تجاوز أساسا فترة انتدابه للعمل خارج لبنان. هل سيستعاد ويوضع بالتصرف بانتظار أن يعود إلى منصبه سفيرا معتمدا من قبل سلطة بتريده لتمثيلها بدولة بتقبله وبتعترف بدولته؟ أسئلة جدية تطرح على الناس اللي بتفكر لتقوم بواجبها وتساهم بالأجوبة لعلها تساعد الوطن. الناس اللي بتفكر ويجبها تفكر لمصلحة الوطن.